وانصرهم في مصر والعراق وفي كل مكان. يا رب شتت شمل الصهاين الملاعين، وهزم جند أمريكا الطغاة الظالمين، وسائر من يعتدي على حرمة هذه الأمة وهذا الدين. والحمد لله رب العالمين. لازلنا وإياكم مع الآليات التي نزلها الحبيب صلى عليه لضمان استراتيجية بقاء الفكرة بفصلها عن الذات. ونحن الآن بصدد الحديث عن الآلية السادسة وهي الشورى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستشير رغم أنه مؤيد بالوحي وهو صاحب العقل الراجح خير عقول الخلق أجمعين وهو صاحب الخلق النبيل، ولم تتوفر هذه الصفات الثلاثة لأي من خلق الله، ومع ذلك فإن الله أمرهم بأن يستشير الصحابة وذوي الخبرة في كل المجالات. وقد استعرضنا معكم خلال سيرة رسول الله الكثير من مواقف النبي التي تبين كيف كان عليه الصلاة والسلام يعمد إلى تبني الشورى في كل قضايا الأمة التي لم ينزل فيها وحي من عند الله تعالى. وتحدثنا أيضا عن أسباب أو عن أثر هذا الفساد أو الاستبداد، فقلنا إن الفساد يورث أو الاستبداد يورث الفساد في كل المجالات. وقبل أن ننتقل إلى الموضوع الذي وعدناكم وهو الحديث عن تصرفات النبي بالإمامة وليست تصرفاته نبيا عليه الصلاة والسلام فوائدها، لابد أن نقف إن شاء الله تعالى مع نقطة لتجلية الأمور أكثر في مجال الاستبداد. سنقف إن شاء الله مع نقطة وهي كيف يصل الاستبداد ويعشعش وينمو وينبت ويترعرع في أمة، أو بطريقة أخرى ما هي الآليات التي يعتمد عليها المستبد لكي يفرض الاستبداد على أمة؟ كيف يمكن لشخص واحد أن يصير مختزلا للأمة كلها، يتكلم بلسانها، لا يستشير أحدا؟ إذن ما هي الوسائل التي اعتمدها حتى استحمر الناس وصار الناس كالقطيع يقودهم عياذا بالله شخص واحد، ربما يكون معتوها، ربما تقاد أمة فيها علماء وفيها رجال فكر وفيها قادة رأي، يقودهم إنسان عياذا بالله ربما يكون معتوها أحمقا فيتعجب كيف يمكن لأمة فيها كل هذه الكفاءات وهذه العقول أن يسيرها عياذا بالله شخص معتوه بحلق الذافي مثلا، بوهالي بوهالي يقود أمة بوهالي لا عقل لا. يا الله، الآليات التي يعتمد عليها ذكرها القرآن بالتفصيل في القرآن، ذكرها المولى الكريم في القرآن. لماذا مولانا سبحانه في القرآن من فاتحة الكتاب إلى سورة الناس يتحدث عن الاستبداد باسترسال باستفاضة حتى يعلم وتعلم الأمة أن الأمة لا مكان لها تحت الشمس، ولا يمكن أن تفعل في الأحداث، ولا يمكن أن تأثر في الوقائع إلا إذا كانت آخذة بزمم أمرها حرة في قرارها. أما الأمة التي والعياذ بالله تبرم الأمور في غيابها ولا تستشار حتى في الأمور التي تتعلق بشخصيتها وهويتها ولغتها، هذه أمة تودع منها. أما الآلية الأولى التي يعتمد عليها النظام المستبد هي وسيلة الاسترهاب والتخويف. استرهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. ما معنى استرهبوهم؟ أي طلبوا جميع الوسائل من أجل إرهاب الأمة، أي إدخال الرهبة على قلوبها حتى لا يجرأ أحد ولا يتجرأ على أن يرفع أبدا صوته أو عقيرته بمطالبة بحقه. ينبغي أن تنظر إلى الأشياء وتسكت، لا، بل عليك أن تسلم رأسك للجزار وتمنع وأنت الضحية من أن تصرخ، حقك حتى في الصراخ يسلب منك. يقتل شعب فلسطين، يدمر
ثم يتهم بأنه هو الجاني. وإذا قام لكي يدافع عن نفسه حتى بأبسط الوسائل المتاحة يقال له إرهابي، يعني المعنى أنك ذق ثم اسكت، ذق ثم اسكت، سلم رأسك لجزارك يذبحك، ثم لا تقل أي لا تظهر حتى معاناتك حتى ألمك. يا الله. والاسترهاب إذا دخلت الرهبة ودخل الرعب إلى قلوب الأمة عياذا بالله سينتهي دورها إلى الأبد. ونحتاج إلى أجيال وأجيال لإخراج الرعب من القلوب. كم تحتاج الأمة من أن تخرج الرعب من القلوب؟ إنها تربية طويلة. ادخلوا، قالوا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. حينما دخلت الرهبة والرعب إلى قلوب بني إسرائيل لم يستطيعوا أبدا أن يدخلوا الأرض المقدسة، بل قالوا اذهب أنت وربك لوحدك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، نحن لا نجرؤ أبدا على أن نواجه هؤلاء الجبارين. إذن قمة الذلة. كان لابد أن يتيه في الأرض 40 سنة. وقضية التيه هي مدرسة ربانية لكي يخرج هؤلاء الرعب من قلوبهم، لأن قضية التيه حينما يتيه شعب، حينما يضل شعب، حينما يصب على الشعب كل ألوان الجوع والبعث والشدة، هنالك ينفجر يقول إلى متى إلى متى. لابد من التيه، لابد من أن ينزل على الأمة الباس الضراء يزلزل حتى يخرج هذا الرعب من القلوب. يقول تعالى فاستخف قومه فأطاعوه. يقول مالك بن نبي رحمه الله تعالى لا يستعمر شعب إلا شعب قابل للاستعمار، أي عنده القابلية، أي آليات المدافعة قد سقطت، أي أصبح قلبه عياذا بالله مملوء بالرعب. يقول كما يقول كثير من الناس لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. صافي، سلموا، نعيش كما يعيش الناس، نعيش معيشة ذبانة في البطانة، يرضون كل شيء، أصابهم الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت، أرادوا واستمروا عيش الذلة، عيش الخنوع، عيش الكسل، عيش الرعب، رعب في رعب، وهم من شدة الرعب في رعب. قال تعالى يعلق على هذا الذي قذف الخوف فخافوه، قال إنهم كانوا قوما فاسقين، فلو أنهم خافوا الله لما استطاع أن يخيفهم هذا الجبار، لكن قلوبهم فارغة من الله من جلال الله. وإنت إن لم تخف من الله خوفك الله بكل شيء، وإن خفت الله تعالى خوف الله بك كل شيء، لكن لما لم تخف الله خفت من كل شيء. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. معناها أن الإنسان يخاف غير الله إذا كان قليل الإيمان أو منعدم الإيمان، قلب فارغ فلا بد أن يخشى. والخوف فطرة الله فطر الناس عليها. اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال إننا نخاف أن يفرط علينا. لا بد أن قال إنني معكما أسمع وأرى، أنا معكما أسمع وأرى، أنا حضنكم وركنكم. ألم يقل لوط أو آوي إلى ركن شديد حينما جاءه هؤلاء يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يفعلون السيئات، وقال لهم هؤلاء بناتهن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. قال ليس منكم رجل رشيد، لو أن لي قوة، لو أن لي عصافر، لو أن لي نظام يدافع، أو آوي إلى ركن شديد. فآوى إلى ركن الشديد، آوى إلى الله،
آوى إلى القوة التي تقهر، آوى إلى مولاه سبحانه عز وجل. فكان لابد للأمة إذا أرادت أن تنزع فتيل الخوف من رعب قلوبها أن تجدد الإيمان في قلوبها. فإن الإنسان إذا آمن خاف من الله، لأن بيد الله الرزق والأجل، وإن الجبابر في الأرض لن يزيدوا في رزقك أبدا إذا سكت، ولن ينقصوا من رزقك إذا قلت الحق، ولن يزيدوا في أجلك إذا صرخت بالحق، ولن يأخذوا من أجلك لحظة لو أنك قلت الحق. فالأجل والرزق، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. أتخاف من فوات الرزق؟ فالرزاق هو الله، وإنما هذه أسباب. أبيعتم دينكم وواليتم هذا فقط لأنكم تأخذون على ذلك عياذا بالله إيتاوات؟ ارتبطت مصالحكم بمصالح الاستبداد عياذا بالله؟ هل سيزاد في رزقكم أبدا؟ هل سيزاد في أجلكم أبدا؟ كان علي يقول وهو يقبل في المعركة: أنا لا أبالي حينما أقارع هؤلاء، لأنني أعرف أن رزقي مقرر وأن أجلي مقرر. هل إذا فررت أفر من قدري؟ هل إذا أقبلت أستعجل أجلي؟ آجال مضروبة مكتوبة في كتاب، فلا الإقدام يقلله ولا الإحجام يزيد فيه، إنما هي آجال مضروبة. ما هي الآليات التي يعتمد عليها لإرهاب الناس؟ الآلة الأولى وهي العسكر والجنود. فرعون وجنودهما كانوا خاطئين، الجنود. ولذلك تجد الأنظمة المستبدة هي أنظمة عسكراطارية، أنظمة بوليسية، أنظمة مخابراتية، تجدها تعتمد على العسكر، تجدها تحصي أنفاس الناس، تجدها ترهب الناس، تبطش بالناس. كانوا يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم عياذا بالله. إذن فهو البطش، هي السجون، هي الاعتداءات، هي محاربتك في رزقك إذا تكلمت، هي محاربتك في بدنك، في أمنك. هو والعياذ بالله كما قال الله تعالى يصف هؤلاء المشركين حينما واجهوا دعوة محمد بالصد: صلوا عليه، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، إما أن يسجنوك، وإما أن يقتلوك، وإما أن يخرجوك، ينفونك من الأرض. فهو إما سجن، وإما قتل للمعارض، وإما نفي. فامتلأت أراضي العالم بالمنفيين من بلداننا العربية المستبدة. في كل الأراضي المسلمون يطلبون اللجوء السياسي، مفكرين، علماء. كان الأولى أن تستفيد الأمة من خبراتهم في كل المجالات، فينهضون بالأمة المكلومة، لكن لا يجدون متنفسا للحرية لكي يعبروا عن ما يخالجهم، ولكي يتفننوا في أن يعينوا الأمة بما جاد الله عليهم من هذه الطاقات. إما أن ينفوا، إما أن يقتلوا، وإما أن والعياذ بالله يسجنوا. ولقد رأيتم في هذه الأيام كيف أن هذا النظام في مصر يعتمد على جيش قوامه 1,000,000 شخص، 478,000 مجند، ثم 476,000 من الاحتياطي، وزوج للمليون من الأمن، 1,000,000 من الأمن، ومليون أخر تابع لجهاز المخابرات والحرس الرئاسي، ثم مخابرات، ثم بلطجية. أي هنالك عياذا بالله إلى جانب جهاز العسكر والأمن والمخابرات جهاز يعمل في الخفاء يحبك السيناريوهات من أجل لا قدر الله إذا تكلمت الأمة يجد هنالك مخططا يطلق من خلاله أناسا في زي المدنيين، لكنهم يعملون عياذا بالله لإثارة الفتن في الأمة. وقد رأيناهم يعود بمصر إلى التاريخ العصري الحجري، يخرجون الناس على الجمال وعلى البغال وعلى الحمير والعربات ومعهم السيوف. لقد قال لهم فرعون مصر: إما أنا وإما الفوضى، أي أنا هو الاستقرار،
وإذا لم أكن أنا فسترون الفوضى. وفي اليوم الموالي مباشرة حينما هدد الأمة وخيرهم بين الاستقرار مع وجوده والفوضى بغير وجوده، رأينا كيف انطلق هؤلاء لكي يفتحوا السجون ويخرجوا منها عياذا بالله ما يسمى بالمساجين الخطرين، وعمروهم بأن يعيثوا في الأرض الفتن والفساد. ولقد رأيتم كيف تهددت حياة السكان في الأيام الأولى لولا أن الشعب المصري أبدى جزاه الله خيرا نوعا عظيما من اليقظة والحكمة والوعي، فسارع لإنشاء اللجان الشعبية حينما انسحب رجال الأمن لأنهم كانوا يريدونها فتنة لا تبقي ولا تذر، فسابق هؤلاء الزمان ثم أنشأوا هذه اللجان لكي تحل محل رجال الأمن في ظاهرة غريبة أبهرت العالم وبينت كيف أن هذا الشعب يمكن أن يعيش وأن يبطل كل سحر الساحر وينقلب سحره عليه. حينما قال لهم إذا غبت أنا فسينتشر الفتن وسينتشر الرعب والاستقرار، فإذا بالاستقرار ينعم به الشعب المصري، وإذا بالمرأة في ميدان التحرير تنام ليلا ولا تجد من يتحرش بها، وإذا بالأمن والأمان يشيع بدون وجود رجال الأمن، حتى رأينا أمرا عجبا، رأينا لجنة تختص برد ما سقط من متاع للناس، لجنة مختصة إذا سقط للإنسان أي لقطة أي شيء إلا ويذهب إلى المكان الذي خصص لهذا فيأتي إليه فيجد مسألة ما سقط منه هناك. سبحانك ربي سبحانك. في أمريكا في أمريكا في واشنطن الضوء نقطع 5 سنين، تعرف واسموك سوق سرقات بالملايير. 5 دقائق 5 دقائق شوف الشعب مع هذا مع الشعب المسلم، شوف الشعب اللي ما يعرفش ربي مع الشعب المسلم، يلا 5 دقائق وقعت من السرقات ما الله به عليم. هؤلاء لا أمن لا رجال أمن، سبحانك ربي سبحانك. ومع ذلك تجد أن هؤلاء قاموا في حضارة أدهش العالم. شو اللي كيقولهم الشعوب؟ هاته شعوب متقلفة. انظر إلى هذا الشعب المتحضر العظيم، انظر كم صبر على فرعون مصر، انظر كيف صبر على ترهاته، وها هو الآن يبطل سحره مرة بعد مرة. فإذا بهذه المسائل التي تعلق بها النظام وهو يخوف بها المصريين تسقط تباعا. إنما يحيق المكر السيء إلا بأهله، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فكل هذا المكر الذي يمكر به إنما سيعود عليه وبالا. إذن استعمل الجيش حتى هذا الذي يقال إن الجيش محايد، وليس محايد، هو يتربص، هو تأتيه والعياذ بالله الأوامر من أمريكا. هم يعرفون أن هذا الاستبداد لا زوال، لكنهم ينظرون ويعملون على عامل الوقت، يريدون أن يسكت هؤلاء أن يعودوا إلى منازلهم لكي تعود رحى الاستبداد من جديد ما دام روادها ومشعلوها موجودون وأزلامهم موجودين في كل مفاصل القرار في الدولة، في هذه الدولة الفرعونية. إذن فهم يخوفون الناس إما سجنا إما قتلا إما نفيا، وهذا الذي كان ولا زال موجودا عندنا في ديننا، أن أئمة المسلمين كما كانوا يحرصون دائما على أن الأمة المسلمة وجب عليها أن تحافظ على الصلاة وأن تسهر على التكافل بتأدية الزكاة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، أي أن أمة الإسلام هي أمة عبادة تعبد الله لا تطأطئ الرأس إلا لله. هذه خصائص الأمة وخصائص من ولاهم الأمر في الأمة، أنهم إنما يحافظون ويعملون على أن تحافظ الأمة على العبادة، أن تظهر فيها سمات العبودية لله
لا للطواغيت. آتوا الزكاة، أي أن الأمة تشيع وتشيع فيهم فكرة التكافل، فكرة وسلوكا وعملا ومؤسسات. ثم أمروا بالمعروف أن الخير بينهم مشاع، ثم نهوا عن المنكر أن المنكر فيهم مزور مقهور محجم. ولكن كان أيضا إلى جانب هذا أنهم كانوا يسعون دائما لكي يبقى رأس المسلم كيفما كانت منزلته مرفوعا في أمة الإسلام. لا يرضون بالدون، لا يرضون بالدون. إذا كان سيدنا عمر شاف شي واحد السيد غير حط رأسه يقول له ارفع رأسك، لقد رفع الإسلام رأسك، رفعنا لك رأسك. رأى ذات مرة عائشة شباب يمشون ورؤوسهم منكسة إلى الأرض، قالت من هؤلاء؟ قال هؤلاء متنسكون عابدون. قالت ويحكم ويحكم، ليس الخشوع والنسك بطعطعة الرأس ولا بتمتمة الشفتين، ليس هذا هو الخشوع، ليس هذا هو النسك. رحم الله عمر، كان إذا مشى أسرع، وإذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وكان سيد الخاشعين. كان عمر إذا رأى رأسا يرتفع على الأمة ولو كان من العشر المبشرين بالجنة ضربه بالدرة. قال أنت واحد من المسلمين، جاء مال من البحرين، وكان عمر يسهر على تقسيمه بين المسلمين، فإذا بسعد بن أبي وقاص يرفع رأسه حتى يراه كأنه يقول له أنا سعد، أنا صاحب رسول الله. فعرف عمر ما يقصد سعد، فإذا بالدرة يرفعها ويضعها على رأسه ويقول لقد رأيتك، أنت واحد من المسلمين، واحد من المسلمين. هذاك العمل تكره لله ربي يخلصك عليه، أما هنا فعليك أن تعيش كأحد من المسلمين، لا فرق بينك وبين الآخر. عمر رضي الله تعالى عنه كان يكتب إلى الأمصار وإلى ولاتها ويقول إياكم أن تخيفوا الأمة، إياكم أن ترعبوها، إياكم أن تضربوا جلودها فتذلوها، نحن لا نريد أمة ذليلة، لأنكم إذا استأسمتموها إذا والعياذ بالله عذبتموها وصلتم عليها العذاب ستتربى أمة خانعة مخذولة لا يستطيع الرجل فيهم أن يرفع رأسه. لا نريد أمة هكذا، نريد أمة ترفع رأسها تقول لا حينما ترى المنكر، تقول للوالي لا هذا ظلم، هذه سرقة، هذه خيانة للأمانة، تقولها هكذا رافعة بها صوتها. ولذلك فالأمة على عهد الصحابة رضي الله عنهم كان الرجل يأتي من مصر وهو قبطي إلى عمر في المدينة على قدمي، فيقول له يا عمر، ولا يجد على باب عمر بواب، فيدخل عليه المسيحي يقول يا عمر، قال لبيك، قال لا تتق الله في الولاة الذين ترسلهم. وكان الرجل إذا قال لعمر ألا تتق الله في الأمة كأن الأرض تزلزلت تحت أقدامه وينتقع لون وجهه ويدق قلبه حتى يكاد يسقط على الأرض. كان بلال رضي الله عنه يقول لعمر راه غضبان وما قديناش نقربوا منه، لم نستطع الاقتراب منه لكي نعرب عما في قلوبنا، نحن نريد أن نحدثه في أمور ولكن رأيناه مغضبا. قال أنا أعرف كيف يسكن غضبه، إذا أردتم أن تحدثوه فقولوا له بعد السلام مباشرة يا عمر اتق الله، فإذا ذكرتموه بالله صار كالشن البالي. هل أحسن دير في اللي بغيت قول بعد اتق الله. قالوا اتق الله، لا تتق الله فيها. قال اسمك أي؟ قال في مصر سابقت ابن أمير المؤمنين ابن الأمير عمرو بن العاص، معروف، سبقت محمد بن عمرو فسبقت فضربني فقال أتسبقني وأنا ابن الأكرمين؟ فكتب عمر رسالة شديدة اللهجة إلى واليه على مصر عمرو بن العاص، قال موعدنا العام القادم في ذي الحجة في تسعة ذي الحجة على جبل عرفة، وأتني برفقتي ولدك محمد. فجاء وإذا به يجمع الناس في الحج كلهم فيقول لا هذا الذي ضربك؟ قال نعم. قال اضربه كما ضربك، والناس ينظرون. هذا الذي أراد أن يتغول
أراد أن يعتمد على سلطة أبيه في أن يظلم الناس، لابد من تحجيمه، لابد أن يترك للرجل العادي الفرصة والمتسع لكي يقول ما يقول ولكي يعرب عما يصيبه من ألم في أمة رسول الله فيضربه. قال زيد، قال لقد اقتصصت منه، قال ضحى الآن على صلعة عمرو، فوالله ما ضربك إلا اعتمادا على وظيفته على إماراته، إنه مغتر، إنه إنما اعتدى عليك اعتمادا على إمارته. قال يا أمير المؤمنين لقد ضربت من ضربني، قال والله لو وضعتها على صلعته ووالله لو ضربته ما نهيتك حتى تنتهي. ثم توجه إلى عمرو بن العاص وقال الكلمة التي دبجت بها ما يسمى بدساطير حقوق الإنسان الدولية: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ متى استعبدتم الناس؟ الأمة أمة محمد لا تعبد إلا الله. إن سعد بن أبي وقاص لما أرسل أحد الجنود العاديين إلى رستم قائد العسكر عند كسرى، أرسل رجلا يسمى ربح بن عامر على فرس قصير رجلاه تتخطى الأرض وعنده يعني سلاح قديم، فخرج الناس من كسرى ينظرون إلى هؤلاء الجند الذين لم يستطع أن يقف في وجههم أحد، ما دخلوا أرضا إلا فتحوها، كيف يكونون، كيف أجسادهم، اعتقدوا وتصوروا أن هؤلاء الرجال عماليق. فرأى رجلا نحيفا على فرس قصير بسلاح حتى السيف قال غمده من الثوب، يعني سيف ليس له غمد، قال هؤلاء يفعل كل هذا. فلما دخل كما تعرفون إلى قصر رستم ودخل على فرس قال: خرج على فرس، أتدخل على قائد عسكري كسرى وأنت على فرسك؟ ماذا تفعل؟ قال: أنتم من استدعاني، فإما أن أدخل كما أشاء وإما رجعت، أنتم من طلبتموني، أنتم الذين طلبتموني. قال رستم: اتركوه اتركوه. فربط هذا الفرس في سارية من سياري القصر ثم صار يضرب بهذه الحربة على هذه النمارق والزبرجد يخربها، فوقف قال: ما الذي جاء بكم يا معشر العرب؟ قال: مش احنا اللي جينا، ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد. وكان رآهم وهم يسجدون لرستم، قال: الحمد لله الذي جعلكم تسجدون لبشر، إن الله تعالى سيمكننا منكم فقط لأنني رأيت أن الأكابر فيكم يسجدون لبشر، وصلت بكم الذلة إلى درجة أن تسجدوا لبشر، الحمد لله. ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، عزة بدينهم، العزة لله لرسوله للمؤمنين، إن العزة لله جميعا. أيبتغون العزة عندهم؟ أيبتغون العزة عند أمريكا عند الصهاينة؟ فإن العزة لله جميعا. ولنخرجهم من ضيق الدنيا إلى ساعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هكذا هكذا يقولها رجل عادي، نحن نريد أن نخرج الناس من الذل والعبودية للبشر، لأمريكا، لمن له المال، نحن عباد لله، نحن عباد لله. هكذا صارت التربية على عهد السلف الصالح، نربي الإنسان على أن لا يخاف إلا الله وأن يقف بين يدي جبار كيفما كان فيقول له الحق. فقد قال رسول الله: سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان شاعر فأمره ونهى فقتله، هي أعلى منازل الشهادة، كلمة حق عند سلطان جائر، أمة تقول الحق، أمة لا يخشى عليها، إنما يرهب جانبها، إنما تحترم من قبل الأمم. هكذا كانت التربية، هذا الأسلوب الأول، الترهيب. الأسلوب الثاني الذي ذكره الله تعالى من أساليب الاستبداد حتى يستمر الاستبداد، وهو أنه كان يفرق الأمة
يستضعف طائفة جعلها شيعا، شيعي فرقا، يستضعف طائفة يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، ثم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض فنجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، هكذا يجعلهم شيعا. هؤلاء ينتمون إلى الحزب الوطني، يستأثرون بكل الخيرات والمصالح. هؤلاء أحزاب ضعيفة لا تمثل أي شيء. هؤلاء إخوان يخوف بهم كل العالم. لقد قالت وثائق ويكيليكس كما رأيتم أن عمر سليمان هذا الرجل المخلص للصهاينة دائما يحذر أمريكا من هذا الغول الذي يسمى الإخوان. وقد قال مؤخرا هذا الطاغوت الفرعون الذي يسمى محمد وهو مذمم وليس مبارك ممحوق وليس حسني إنما قبحي، هذا المذمم القبحي الممحوق قال في آخر مقابلة له مع CNN إما أن أبقى وإما أن يؤول الأمر إلى الإخوان، هكذا. ويقولها الآخر في كثير من اللقاءات السرية أنه إنما يحفظ لكم هذا النظام مصالحكم، متى؟ كلما قمع هؤلاء الذين يسمون الإخوان، هكذا بكل وقاحة. ثم هنالك أناس آخرين يعملون لمصلحته، ثم هنالك فتنة كان يريد أن يشعلها يستبق الأمر، وهي الفتنة التي أراد أن تنشب في مجتمع مصر وهو التفريق بين الأقباط والمسلمين، هو الذي خطط لنسف ما يسمى بكنيسة القديسين بالإسكندرية، والآن افتضح كل شيء، جاء الحق وزهق الباطل. لقد مباشرة حينما قام هذا الانفجار أشير بإصبع الاتهام إلى حماس، إلى الحركة الإسلامية هناك، وإذا بالمولى سبحانه عز وجل، سبحانك ربي سبحانك، يجلي الأمور، وإذا بهذا الأمر يظهر جليا وتظهر الوثائق وتظهر الدلائل الدامغة. يريد أن يفرق بين الأقباط والمسلمين، يريد أن يفرق بين حزبه والأحزاب الأخرى، يريد أن يخوف بأناس لا حزب لهم إطلاقا، يريد عياذا بالله أن يجعل الشعب هو شيعا، واحد ما يشوف واحد شيعا. قال لك حتى المقابلة نتاع الكرة اللي دارتها مصر مع الجزائر، هذه كل شيء، الحملة الكبيرة الإعلامية كان المقصود منها تأجيل هذه الثورة، كان يريد أن يقوم بأي شيء من أجل لفت انتباه الناس حول المشاكل، الالتفاف حول المشاكل، لأن الشباب كانوا منذ شهور وهم يطالبون بالتغيير ولا يلقون الأذن التي تسمع. إذن فكان يستبق، فكان يحدث معارك من أجل أن يشغل الناس عن هذا الأمر، ولكن الله تعالى سبحانه رد سهام كيده إلى نحره، وإذا بالأمور تتجلى. هكذا يريدون أن يفرقوا بين الأمة، يجروا أحلى أداد نتاع المصائب ويتهموا فيها جهة ويؤلبون الناس عليها. تعرفوا إيش حال لو كان الإنسان يطلع على هذا، هذا زعيم عصابة وليس رئيس دولة، هذا يحكم غير كما اسمهم البلطجية. حينما رأينا الآن رأينا الشعب كله ضده وليس معه إلا مجموعة من أصحاب المصالح الذين يدورون في فلكه، المستأجرين، رجال الأمن الممسوحة أدمغتهم من قبل النظام الذي يسلطونه والعياذ بالله على الشعب، يقتل الأخ أخيه. قال أحدهم في ساحة التحرير حينما صار أحدهم يضرب بالنار، كنت أقول كيف تضربنا وتقتلنا ونحن إخوانك، وإنما خرجنا من أجل المطالبة بحقوقك كمصري أنت. فلا زالوا معه حتى ألقى بالسلاح وبكى، قال لقد غسلوا أدمغتنا، لقد قالوا لنا بأن هؤلاء يحملون السلاح وأنهم إنما هنالك يد خارجية إيرانية، حزب الله، حماس هي التي تفعل ذلك. كل ذلك سقط بإذن الله. أما الثالثة، السلاح الثالث زيادة على الترهيب وزيادة على تفريق الصف، السلاح الثالث الذي ذكره الله في القرآن وهو تزوير الحقائق. سبحانك ربي، يعتمد على إعلام يزور
لقد قدمت إحدى هذه المذيعات في التلفزيون المصري استقالتها وقالت: لقد قرأت 5 نشرات للأخبار كلها تعلن أن مصر هادئة وأن شوارعها هادئة، في حين أنني أراها تموج بالبشر والمظاهرات المليونية التي تطالب بإسقاط النظام. فقلت: والله لن أزيد في هذا التجزيل والتزوير والكذب والبهتان. هل بقينا نعيش في العصور الماضية؟ هل ترك لنا الفضاء الذي فتح ترك لأي طاغوت الآن أن يكذب على الناس؟ إن الحقائق أصبحت واضحة، ترسم لقطة اللقطة وتذاع في الوقت نفسه. كيف نكذب على الناس؟ كيف نزور على الناس؟ كيف نزور الحقائق؟ قال تعالى في مسألة التزوير: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو وأن يظهر في الأرض الفساد. هذا فرعون قال له: مش مفسد كما موسى، خلونا نقتل. لا علاش نقتلوا؟ لا علاش غادي خصنا نقتل موسى؟ علاش؟ خفت على الدين ديالكم يفلسكم؟ يبدل دينكم ولا ذروك؟ فرعون مصلح كبير نبي، إني أخاف. باش خاف على الشعب؟ خاف عليهم بالإخوان. هما يصليو والناس يضربوهم بالماء. عمرو شتوا اليهود والعياذ بالله يرمون المصلين سجدا بين يدي الله راكعين بالماء؟ هل ما أن رأيتم إنسانا فعل هذا؟ والله هؤلاء شر من اليهود. قالوا بالله هذه ثورة تاع الإخوان، على حقاش يصليو؟ ليش الشعب المصري كفر؟ الشعب المصري كله مسلم يصلي، كله يصلي. أبلغت بك الوقاحة أن تقذف المصلين بالماء؟ ما هذا؟ بين يدي الله مسالمين يا أخي، مسالمين. ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. خليوه يدعي سيد ربي، خليوني نقتله، خليني أنتهي منه، خليني أضع أفراده في السجون. إني أخاف، بس يخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد. فأصبح موسى النبي كليم الله هو الذي يدعو الناس إلى الفساد. هل أصبح الشعب شباب طاهر كالورود يخرج من بيته وهو يهتف يريد مصر، يحب مصر، والأناشيد النشيد الوطني تزين تلك الساحة؟ هذا هو الشاب الذي يقتل؟ هذا هو الشباب الذي يقال فيه عياذا بالله إنه إنما ينفذ أجندات أجنبية خارجية؟ هل هؤلاء إيرانيون؟ هل هؤلاء حزب الله؟ هل هؤلاء حماس؟ وانت اللي رك تعتمد على أمريكا وعلى الصهاينة، أنت تعتمد في سياستك وتأتمر بأمرهم، أنت الذي تعتمد على الخارج، أنت التي تنتظر من أمريكا أن تأتيك الأوامر مرة بعد مرة. وهو يتهم عياذا بالله بأن هؤلاء إنما يحركهم أناس من الخارج. هل الشعب المصري لم يبلغ الرشد؟ هل هو مجموعة من الأطفال حتى يحتاج إلى ولي؟ سبحانك ربي سبحانك، أنا أبوكم وأنا أبوكم وأنا كذا. ومن انتبنا؟ هل رأيتم أبا يقتل أولاده؟ 300 شهيد و6000 جريح. قال الطبيب الدكتور حلمي وهو مختص في الجراحات الدقيقة للشريان، شرايين القلب، قال في إحدى البرامج البارح في دريم، قال: حينما دخلت إلى هذه الساحة وجدت ما وجدت وتمنيت أن أعيش هذه اللحظة لكي أرى فيها الشعب المصري على حقيقته. فجاءني من جملة من جاءني طفل عمره 12 سنة، مجروح هنا، مضروب هنا برصاص مطاطي، فقمت بخياطته وقمت بما يلزم من عملية حتى يشفى. فلم أره إلا بعد أيام، رأيته وقد ضرب برصاصة في رأسه فاستشهد. طفل يضرب بالرصاص يستشهد، الفنانون يقتلون، العلماء يقتلون، الشباب يقتلون. هذا جاي من الخارج، هذا يدفع الناس من الخارج. لقد كادت أعينه
تدمع اغرورقت عيناه حينما قال فلان ابن صديق الدكتور جاء بسيارته يحمل بعض مواد الإسعاف، فإذا بهؤلاء يقبضون عليه ويعذبون ويأخذون هذه المواد التي جيء بها إلى الميدان لكي تستعمل في إسعاف الجرحى، فإذا بهم لا يأخذونها، قال لو أخذوها لأخذوها إلى جرحاهم، مصريين على كل حال. قال فألقوها في وادي النيل، عسكر يقومون بإغلاق المداخل ومنع وصول الغذاء لهؤلاء. نعم، لقد منعت الغذاء على أهل غزة، وكنت ترسل الغذاء على هؤلاء الذين يهجمون من الصهاينة على غزة فيما يسمى بمعركة الفرقان. هذا ليس بغريب عن هؤلاء المزورين الدجالين الكذابين، كلامهم كله دجل وكذب، من يثق فيهم؟ حوار، شو الحوار؟ أي حوار هذا؟ أي حوار؟ نحن مستعدون لمستمرار الإصلاح. الله أكبر، إيش من إصلاح الذي تستمر؟ كلام في كلام، سبحانك ربي سبحانك. وأما الوسيلة الرابعة من وسائل الطاغوت والاستبداد بعد التخويف وبعد أن يصير وأن يشتت الأمة شيعا، وبعد أسلوب التزوير الإعلام، يعتمد أيضا على صك الأذن، أي أن لا يسمع لأحد، لا يسمع. يا الله، ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، إما أنا فالنجاة وإما غيري فالغرق، أنا لا أعرف هنالك طريقا ينجيكم، فلماذا قمتم تثورون وأنا عنوان الأمان والاستقرار؟ كما قال سيد ربي على لسان فرعون، أآمنتم بالثورة قبل أن آذن لكم؟ حتى حين يتكلم الإنسان يحتاج إلى إذن من الطاغوت، حتى آذن لكم، أنتظر الإذن منك حتى أقول لك يا ظالم، حتى أقول لك إنني أرهق، إنني أسحق، إنني أجوع، إنني أسجن، إن عرضي تباع للصهاينة، لا يمكن. قبل أن آذن لكم، إنه لمكر مكرتموه في المدينة حينما قمتم تنادون بحقكم، هذا مكر، أنتم تمكرون ومكرتم بالمدينة وفيكم من يعينكم ومن يخطط لكم. وقال لهم وسنتابع هؤلاء وسنبحث عنهم وسيأخذون، كما قال عمر سليمان في الكلمة الأولى، وسنأخذهم وسنضرب بيد من حديد وسنفعل تهديد. سبحانك ربي سبحانك. أما أن يسمع فلا يسمع. قال أحد الشبان في ميدان التحرير، قال إننا لم نجد من يسمع لنا، نحن شعب صبور، صبرنا 30 عاما والطاغوت جاثم على صدورنا، لكن كنا نتكلم عبر الوسائل المتاحة، انترنت، فيسبوك، وكانوا يقول هذه خرافة، نريد أن يسمعوا لنا، لم نجد من يسمع لنا، من يخاطبه، من نخاطبه، من يخاطبنا، لم نجد. ولما أرادوا أن يتحدثوا مع الشباب لم يجدوا حزبا قويا له تمثيلية في الواقع حتى يرد الشباب، لأنهم أضعفوه، ولم يجدوا إلا الشعب، كل الشعب يواجهونه، وهذا من مكر الله لهؤلاء الماكرين، لم يجدوا. شكونهم الإخوة؟ 15% ولا 10%؟ هذا شعب، شعب قام عن بكرة أبيه لا لون لها، هو شعب مصري عظيم، شباب، شباب يا أخي، شباب أمة، شباب أمة، لا يدعي أحد أنه يقودها، ولا يدعي أحد أنه أشعلها، إنما أشعلها الشباب، شباب من كل أطياف المجتمع، غنيه، فقيره، كل أطياف المجتمع. أتثورون قبل أن آذن لكم؟ إنه لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. سبحانك ربي سبحانك. قال لك لحد الآن كان مبارك
عشر أيام هذه فاتت كان ما تيقش بإلا خرجوا في نهار ثلاثاء ديال الغضب ثلاثاء العظيمة خرجوا أكثر من 8 ملايين. قال لك فنادى أحد العساكر في الطيران فجاء بمروحية فركب مبارك في المروحية وطاف على القاهرة لكي يتيقن فعلا أن الذين خرجوا يقولون نريد إسقاط النظام الطاغوتي هم بالملايين، فلم يصدق نفسه حتى رأى هو بذاته ما تقش اللي انت راجل اللي دار فيه يقول له اصبر غادي يمشي، انت اللي غادي تمشي، انت اللي غادي تمشي صاف ما في الذي ولا ذي. 85 عام و31 عام ديال الحباب وخربت البلاد وعندك 80 مليار. يا ابن عمي 80 مليار حبيبي سبحان كل من يطيح شي طاغوت يبان الفلوس اش كان يديها؟ كانت عنده مزرعه 80 مليار قالوا 40 غلا 70 70 مليار دولار. المغرب الميزانيه نتاعو كامله 21 مليار دولار، يعني هو بوحدو عنده خمس مغربات. واحد اوي يا الشعب في الرعب يا ربي يا ربي يا ربي. وذاك شين الهربين بن سفلي، شين الهربين بن سفلي وشحال شحال الملايير وليلة الحلاقة كوافيرة الملايير ونسابو الملايير فرحنا غادير هذا اللي بان عليه والواغش نتاعو ربي 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 والقذافي غير تهزز قال 24 مليار غادي نبين لكم الديار فين كنت هذه. صباح الخير صباح الخير السي القذافي 24 مليار بنت ضربة واحدة 24 مليار باش يبني الديار فين كان؟ ربي 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 يا الأمة يا الأمة غير تهضر شوية يبان شوية الحق. ويا مولانا يا مولانا هل أمة لو كان كانت أمرها بيدها والله لصار أمر العالم بيدها بمالها بطاقاتها بموقعها الاستراتيجي بهويتها بدينها بغاياتها. هذيك الصورة الحضارية نتاع الناس في التحرير غير هذيك تكفي. دعوة دعوة وأي دعوة سبحان الله. هذه 4 آليات يعتمد عليها النظام المستبد من أجل أن يستمر استبداده: التخويف، شق الصفوف، التزوير الإعلامي، عدم وجود أو لا سك الآذان عن سماع أي معارضة. فهو الحزب الوحيد والإعلام الوحيد والثقافة الوحيدة، كل شيء واحد، كل شيء واحد. ما أريكم إلا ما أرى، أليس لي ملك مصر؟ وهذه الأنهار تجري من تحتي. قال لهم هو أليس لي ملك مصر؟ والبلطجية فوقي وتحتي. ثانيا، إن هذا الاستبداد الذي ذكره القرآن سبحانك ربي سبحانك هو استبداد يختلف عن استبداد اليوم بشيء واحد. واسمه الشيء الذي يختلف كل شيء اللي قالوا سيد رب عن استبداد نراه، لكن ثمة اختلاف بسيط بين استبدادهم واستبداد اليوم خاصة في هذه الدول. واسمه هذا الاختلاف هو أن استبداد الأمس كان استبداداً داخل حيز جغرافي لا مؤثرات خارجية عليه، أما استبداد اليوم عندنا فيجد من يمده بالمال والمساندة، واستبداد يجد له شرعية في أمريكا عند الصهاينة يقولون له تمسك إياك أن تخرج، لا تسلم الأمر للشعب، فإن سلمت الأمر للشعب فمعنى ذلك إذا نجحت الثورة أن السلام في مهب الريح، وأن إسرائيل التي بنيناها وحميناها بالفوتو بالقانون بالمال بالخدائع بالخديعة بالمكر بما يسمى بالمفاوضات باتفاقية أوسلو وادي عربة وادي ريفر كامب ديفيد، هذا الجهد في التاريخ
سيذهب سدى، سيذهب سدى. استمر. ويقولوا له هكذا بوحدة اللغة دبلوماسية تاعهم، لغة يقولوا نحن نريد أن تنتقل السلطة بطريقة سلسة سلسة سلسة. واش مفهوم الكتاب هذا؟ نحن نريد أن تنتقل، احنا مع الشعب، مع الشعب، ما مطلبش، احنا مع الشعب. ولذلك نحن نريد أن تنتقل السلطة بطريقة سلسة. ثانيا، وكلما زاد الوقت إلا ونخشى أن تأتي مصر غير مرحب بها دوليا. غير مرحب بها دوليا، فلا ينبغي للثورة أن تنجح، وإنما يجب أن نستمر في الخديعة وفي تزوير الحقائق عبر ما يسمى بالحوار. وأننا وأننا إذن فهو استبداد يمد من قبل الخارج. معناها أن الشعب المصري الآن هو لا يثور فقط على استبداد في الداخل. لو كان استبدادا داخليا ليس له أوتاد تقويه من وراء الحدود لسهل قلعه، لكن يا أخي أوتاد كالجبال، وفرعون ذي الأوتاد، إنها أوتاد، أوتاد تشده، تشده في واشنطن، تشده في عواصم أوروبا، تشده عياذ في الكيان الصهيوني، العالم كله. حتى إن نتنياهو قال لأمريكا يعنفها ويؤنبها، لماذا أسلمتم صديقكم؟ يجب أن تقفوا معه. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثوا اللهم مقاما محمودا الذي وعدت. أرضينا بالله ربا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن إماما وحكما، وصلى الله على حبيبنا محمد. إن مسألة مده بحبل من الناس من خارج مصر، هذه الأنظمة المستبدة، إنما يأتيها الدعم من أعداء الإسلام، يأتيها من أمريكا، من إسرائيل، من الغرب. قال أحد رجال السياسة الأمريكيين إن أمريكا تقف مع الزعيم المصري حتى النهاية، هكذا حتى النهاية. يقول بنيامين نتنياهو، يقول إن ما يحدث في مصر يهدد إسرائيل، يهدد أمن إسرائيل، فعلى العالم أن يتحرك ليحول دون وصول من لا ترغب فيهم إسرائيل لتسيير دواليب الدولة في مصر. يقول بنيامين أليعازر وزير البيئة والتنمية في الكيان الصهيوني، قال إن رئيس مصر، رئيس مصر مذمم المقبوح الممحوق يشكل كنزا استراتيجيا لإسرائيل.
الرئيس الرئيس قال بنيامين علي عازم قال إن الرئيس المصري يشكل أمر اسمه قال لك لا يشكل كنزا استراتيجيا لإسرائيل كنز كبير ما رأوا في التاريخ من خدمهم كهذا الطاغوت ما رأوا في التاريخ. تعرفوا ما قلت البارح سيفي ليفني في هرتزليا في مؤتمر حضره رجال الفكر وقادة الرأي ورجال السياسة فخطبت فيه في محاضرة ما قلت له فاتلوا منني الآن أعاتب جميع الساسة الصهاينة وأقول لهم بكل وضوح إننا في إسرائيل لم نجد القيادة التي لها الجرأة لكي تتخذ قرارا جريئا للصلح والسلم مع العرب فإنني حضرت في فنادق مع زعماء عرب قالوا لي ملعزم لا ينبغي أن يصل خبر اجتماعنا معك إلى شعوبنا. قلت شو العرب شحالهم الشجاعة يجتمعون معي بدون علم شعوبهم فاش في هذه الفنادق ويقولوا لي ايش يقول نحن مستعدون لكي نوقع معكم اي نوع من الصلح يكونوا قالوا ذوك في غادي نصيبوها لك الله يحفظ ويستر تنوض هذه مصر ايوا فات الاوان نبقاو نطلبوا الناس نقول لهم روحوا ما كاش اللي يجي يهضر معنا هما يجيو حتى لعندنا خفيه على شعوبهم ويجلسوا معانا ويقولوا لنا اللي بغيتوا نعطيوه لكم والشعب ما حضره راقد ورحنا دايرين تحت الصباط ورحنا مجوعين لله ورحنا ظالمين باباه اللي في الحبس في الحبس واللي يهضر راقد لا انا نوقعوا معكم اللي بغيتوا قال لك وحنا ما زال خصنا قال لك غادي يجي واحد الوقيته اللي غادي تدوروا معاه تهضروا ما تصيبوه شوف يا الله اما بيريز رئيس اسرائيل شيمون بيريز صاحب مشروع الشرق الاوسط تعرف اسمه قال ان مبارك وقع في اخطاء كثيره الا انه حافظ على السلام مش ولده ان مبارك ارتكب اخطاء كثيره الا انه شو اللي يهمهم شو ايش غادي يدافعوا عليه الا انه حافظ على السلام مع الكياس شت الناس كين إذن هذا استبداد له حبل من الناس ممدود يمده به أعداء الملة معسكر الصهاينة الغرب الصهيوني لكي يعرف الناس هذا الغرب على حقيقته أنا كتكلم الغرب على المستوى الرسمي الغرب على المستوى الرسمي أمريكا على المستوى الرسمي ليس الشعب الشعب مغفل الشعب مسكين مصادر التوجيه كل شيء عنده من الإعلام الأمريكي وما أمة هكذا دائرة ما عندها قرآن ما عندها مرجعية عندها المرجعية تحوى ما يقوله الإعلام الصهيوني المسيطر هناك في أمريكا هو الذي يشكل عقول الأمريكان الشعب الأمريكي أنا كأتكلم الآن على القابضين على زمام السلطة في العالم هكذا هم مع المستبدين في جورجيا في أوكرانيا لما قام الناس والشعب يثور على السلطات على الرؤساء إعلامهم ينوه بذلك ويسميها ثورة الشعب ثورة الياسمين ثورة الحمضة ثورة كذا ثورة البرتقالية ويدعموها وحتى يسقط لك النظام هذه كلمة الشعب ويشترطون على أي دولة تريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أن تعزل العسكر وأن يكون العسكر مهتما فقط بحماية الحدود وأن يتدخل في السياسة أما احنا لا احنا واخا كاع الشعب نار في مصر مازال جلست معاه حاول قال لك لا مصيفتين امريكا المبعوث تاعها واش مخدمته المبعوث اللي دار التقرير الاخير التقرير داروا ذاك واش التقرير اللي دار المبعوث الامريكي يجب على امريكا ان تستمر في دعم مبارك هذا اللي سفتت امريكانو ودار التقرير يجب على امريكا ان تدعم تعرف الخدمه نتاعو واش تفضل واش من الخدمه نتاعو اش بغا يخدم يخدم فاش في شركات نتاع مبارك شركات نتاع مبارك هو خدام على الشركه نتاع مبارك وجا يدير تقرير على مبارك خدام على الشركه نتاع مبارك شركات نتاع مبارك يعطي لها غير اسمو ديال يدير لها غير دراسات هو المبعوث نتاع امريكا سير وقالوا الكريمطوني يعيبوها يقولها
واش عمرو تشي دولة كيما أمريكان دولة عظمى ترسل مبعوثا لها إلى مصر باش يدير تقرير حول الأوضاع وتصيفط واحد السيد اللي خدام عنده هل سيكون محايدا؟ هل سيكون محايدا؟ ما يمكن. إذن هكذا هو الفرق بين الاستبداد الذي ذكره القرآن حيث ذكر استبدادا محصورا جغرافيا أي ليس له ما يمده من الخارج، أما الاستبداد اليوم في الدول العربية فثمة قوى إقليمية ما بغيتش نقولها ودولية كلها واحد تعرف واحد الرئيس عربي صيفت للمبارك واحد الرسالة تعرف شنو قال له أثبت مكانك وإن شئت لأجعلن كل إمكانيات دولتي معك طلب المال اللي بغيت طلب اللي يا ابن عمي كيما واحد القيس القذافي قال على تونس زين كاين شي بحال زين زين أنا بغيت زين تبغي زين طيلا حقك زين عارف اش تدير نعطي كلشي اجلس تما اي ما تطيح يا ربي هذه النقطة الثانية. أما النقطة الثالثة فإن الشعب إذا تحرك وأزال الخوف والرهبة وواجه بصدره وحافظ على سلمية ثورته وحافظ على الغاية بوضوح وانطلق بمنطلقات واضحة وتوحدت الجبهة أقسم برب الأرض والسماء لن يقف أمامه أحد أبدا. يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صبر يا أخي، يقول سيد ربي البني إسرائيل صبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال لهم صبروا والله تعالى سيستخلفكم الأرض فينظر كيف تفعلون وكيف تعملون. صابروا حافظوا على وحدة الصف فليكن برنامجكم واضح حول ثوابت لا تزحزح عنها. النقطة الأولى ذهاب هذا النظام، النقطة الثانية حل جميع المؤسسات المرتبطة بالنظام من حكومة من مجلس شعب من مجلس شيوخ، ثم يهددونكم ويخوفونكم بأن ثمة فراغ دستوري. أي فراغ دستوري سيقع؟ سيتولى رئيس المحكمة الدستورية كما ينص على ذلك الرئاسة، ثم تتشكل حكومة من كل أطياف الشعب لكي تدير المرحلة الانتقالية، مرحلة التغيير النظري في الدستور، مرحلة بعد ذلك إعطاء الضوء الأخضر لبداية عهد جديد، عهد الحرية، حرية التعبير، حرية التظاهر، حرية إنشاء الأحزاب، حرية كل حرية. ثم بعد ذلك ينطلقون في ما يسمى بانتخابات الحرة نزيهة ليتركوا للشعب يختار. هذا هو الشعب، إذا صبر ستتحقق إن شاء الله ما يريد. النقطة الرابعة ما قبل الأخيرة وهي إن هذه الثورة وغيرها من الثورات التي تتحرك فيها الشعوب المقهورة لتأخذ حقها يتبين هشاشة هذه الأنظمة. كم هي هشة؟ إنما اكتسبت هذه الرهبة بصمت ورضا هذه الشعوب، فإن الثورة تقول بلسان الحال لا مستقبل للاستبداد، الاستبداد إلى زوال. فعلى الأنظمة العربية أن تسابق الزمن من أجل أن تصلح هذا الحال، خاصة ما كاش عمر المستبد ما يستمر. هذه رسالة لكل الأنظمة المستبدة، الدوام لله ودوام الحال من المحال، وتلك الأيام نداولها بين الناس. يا أخ لا دار شركم، بادروا وأصلحوا وأعطوا للناس الحرية، ما تستأثروش أنتم بمجال الفكر الاستئصالي والإقصائي، ما ينجحش تهديد الناس بالفزع الإسلامية، ما ينجح.
الاستئصال ما نجحش، التهديد بالفزاعة الإسلامية ما نجحش. إذن هذه النقطة الأولى، الاستبداد إلى زوال. النقطة الثانية أن الثورة تنتقل إلى كل مكان كما تنتقل العدوى. مشكلة مشكلة. أنا كنت شوف اسمه رواقة قال لك في النهار 12 في الجزائر. قلتش لا قال لك الجزائر 12 اليمن الدورة غادية والناس السابق واحد ينقص في الثمن تاع الخبز، الثمن ضرب تاع الخبز فات وقته، واحد يزيد في المنضات فات وقته، ما بقاش قضية غير خبز، بقات قضية كرامة هذه الأمة. هل الأمة بغات تعبر على روحها؟ هل الأمة أرادت أن تملك قرارها بيدها؟ هل الأمة ما بغاش تنبع في السوق بالمزايدات العلنية لإسرائيل والصهاينة؟ إذن فالنقطة الثانية من ثمار هذه الثورات أن الاستبداد إلى زوال، وأنها تنتقل من مكان إلى مكان، وستغير ليس العلاقات الإقليمية ولكن العلاقات السياسية الدولية، أي لها ما بعدها. أخيرا النقطة الخامسة، وهي أن الثورة ككل الاختبارات والفتن فهي فتن تمحص الناس، تفصل الناس إلى صفين، صف يقف معها وصف يقف ضدها وصف يتلون. ينظر إلى البوصلة إلى أين تذهب، فرغادي الكلام تاعو ملون على بعض الإعلاميين في مصر، منين شافوا طاحت الآخر بقاو يزكيو هو بان لهم باللي راه عاد باقي، وزعما قالوا لا وكذا والشبان غير تما شويه شويه ثاني عاودك باللي الدعوه مشات يبدل. عندهم يد وجه، والله يعطيهم الصحه هذوك الشباب نتاع ثوره مصر كتبوا قالوا لقد هيئنا لائحه لرجال الاعلام، لائحه سوداء لرجال الاعلام الذين كانوا يزورون على الشعب. ذاك كل واحد واليبجى النقيب نتاع الصحفيين ذاك الخاين واسمو دار له وريضوا قالوا والله انا لا ندخل ابدا الاولى. واسمو داروا اصحاب التلفزيون داروا قريب 1000 توقيع، الان اما انطفلوا 1000 توقيع يثورون على الاوضاع في التلفزيون لان الدعوه شافوا هضركم مع تبيل تعاونك. اذا فهنالك من يقف معها ومن يقف ضدها، هنالك اعلام اصبح متنفس الشعوب. تحيه للجزيره، تحيه لقناه الجزيره، منبر من لا منبر له، تحيه لهذه القناه التي دخلت الى كل بيت عربي ووعدته ونقلت الاحداث كما هي. ولو لم يقيد الله تعالى لهذه الثورات قناه الجزيره لقد تلوا وسفكوا الدماء بدم بارد في غياب الشاهد، في غياب الشاهد. أما الإعلام العربي أنا من ندور نبقى نشوف في الإعلام تاع المغرب دوزيم وكذا نصيب الشيخات شيخات ما بقيش شيخات ضروري. قال الإعلام جمع صوار حكى السي الإعلام هضر شوية على قال لك دوك الشباب اللي كانوا كي يتحاوروا غير بالإنترنت والفيسبوك ها قال لهم يا أخي نهضر شركم يا الإعلام العربي افتحوا مع الشباب الحوار جيبهم يتكلموا حتى في التلفزيون راهم يتكلموا ما صابوش فين يتكلموا يتكلموا غير بيناتهم ولا بقوا يتكلموا غير بيناتهم ما شافهم حتى واحد إلا داروا شي حاجة واعرة ما تلوموهمش هما راهم خدامين غير بيناتهم وأنتم كاع ما غاديش تلقاو لهم داير بحال عينيك ما راهمش يشوفوا اسمهم يكتبوا في فيسبوك الناس راها دو وماشي الفيسبوك بقى فقط وسيلة اتصال بين الشباب غير ديال المنطقة العالم لا بغاو درك يديروا ثورة عالم يدوروا عالم ذاك الشمل الظلم وذاك احنا مشى الحل تاعنا حنايا ندخلوا المتاحف الله يعز هاد الشباب الله يعز هاد الشباب والله انا كنت قريب نقطع عليا والله اصدق قريب نقطع عليا احنا بعدايا ننتمي لجيل خانع مذلول بايع الماتش مريض تمل نهرس مفن سجد بيا سيدة صغير يقبض خبزة صاف يديها بكذا يولي حتى هو يخون هاد الشباب هذا صاحب 17 عام و25 عام و26 عام انا كنت شويه انا الله يجازيه بخير الله يرحم له الوالدين
هذا الشيء اللي راه يوري لنا الوجه الحقيقي نتاع امه محمد صلى الله عليه وسلم. الله يجازيهم بخير. اذا فهكذا عزل الاعلام، اعلام مناصر واعلام متخاذل. واما الثاني اللي اهتمت بلاد هما العلماء. ايه العلماء، علماء السلطه الازهر قلعه اهل السنه. ايه وشحال يخصو يستقل، وشحال مؤسسات الدين يخصها استقلال. ياتيك مفتي الجمهوريه وياتيك شيخ الازهر لكي يقول بدون حياء عليكم ان تنسحبوا وعليكم ان تتركوا فسحه للنظام لكي يحاوركم. يا لطيف يا لطيف يا لطيف، باسم الدين باسم الدين. اسكت اسكت، الا سبك ربي ما قدرتش تقول الحق غير اسكت. خلي ذاك الفم الجاج، خليه للشدوكه، خلي ذاك الفم للشدوكه. علماء السلطان خصهم يسكتوا، العلماء نتاع السلاطين خصهم يسكتوا، علماء بايعين خداعين خدعوا الامه. وشعب الله المفتي نتاع السعوديه كيقول الخروج نتاع الناس فتنه وان هذه طريقه منحرفه. اسكت اسكتوا يا السلفيين يا السلفيين يا السلف. تعرفوا تفتيوا غير السروال هنا، هذو اللي كيفتيوا الله يحفظه ويستر. الان هذه فتنه، هذه فتنه، هذه فتنه، هذا جهاد. الذين سقطوا شهداء شهداء يدافعون عن كرامة الأمة، شهداء عند ربهم يرزقون. يا أخي يا أخي شهداء شهداء يا أخي شهداء، بل الشهادة العليا. اسكت. ولذلك تجد علماء آخرين يثورون. النائب ديال شيخ الأزهر اش قال؟ اسال تقول هالاستقالة على المكتب، اش راك تدفش يا الشيخ؟ واش راك تدفش؟ هات. لا يشرفني أن أكون نائبا لشيخ الأزهر الذي يفتي عياذا بالله بأن خروج الشباب للمطالبة بحق أرادهم أن يعيشوا تحت القهر تحت الذل. إنهم سحرة فرعون قبل أن يسلموا، إنهم سحرة فرعون قبل أن يسلموا. أما سحرة فرعون فقد أسلموا حينما رأوا الحقيقة، قالوا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. الله خير وأبقى يا أخي، الله خير وأبقى. ولذلك تحية للشيخ فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، اللهم أطل عمره، اللهم قيضه للأمة، لهذه الأمة إبراصا يهتدى به في ظلمات البر والبحر. علماء مغاربة علماء مشارقة جزاهم الله خيرا، قالوا كلمة الحق ولا زالوا يقولون كلمة الحق حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. هكذا فعلت هذه الثورة، شطرت الناس شطرين، إعلام معه وإعلام مع الحق، علماء مع الحق وعلماء خانعين يخدمون ويلعقون أحذية أسيادهم، شباب موظفين كل شيء كل شيء. افترق الناس افترق الناس، ويبقى ذاك الصنف الثالث ما بين بينه وبين هذاك ضائفيا، هذاك اللي قبلك هذاك ما تعرفوش راه ضرب ولا حرب. البارح يزعف يا مبارك فين راك يا مبارك؟ غدا لا شاف مبارك سيد الرئيس قال كلام، خصنا نعطيو الكلام الرئيس. ايه يا ودي شحال قدك تعيش؟ قالها أردوغان يوجه كلمته في مجلس الشعب إلى مبارك. قال له ما نحن إلا بشر يا سي مبارك، ورحنا رحلين يا سي مبارك. وش نقولوا سيد ربي يا سي مبارك؟ سي مبارك سي مبارك حبيبي سي مبارك فرك خادي يا سي مبارك. واحد الداعية قال لهذاك المنشط المذيع قال له كي سميته هو؟ قال له محمد. قال له شحال عنده من عام؟ قال له 85 عام. قال له يموت ولا ما يموت؟ قال له يموت.
قالوا يتلقى مع محمد ولا ما يتلقاش؟ قالوا يتلقى مع محمد لأنه من أمة محمد. قالوا كيف يقول محمد لمحمد إذا سأل محمد محمدا عن أمة محمد؟ قتلها وسبى نساءه وضيع شبابه. محمد يموت ويلقى محمدا، وحتما سيسأل محمد محمدا عن أمة محمد ماذا فعل مع أمة محمد، ماذا يجيب؟ بماذا يجيب؟ ما من رجل يوليه الله على زمرة زوج ثلاثة إلا وحشر يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه فكه عدله أو أوبقه ظلمه. الله، زوج واللي عنده 85 مليون، زوج هذا واللي عنده 85. أحبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي هنا الزنبل تليس. سيدنا عمر كان يبكي في الليل ويشد لحيته ويقول له ويحك يا عمر إن لم يغفر لك ربك يا عمر لو عثرت بغلة في العراق لخشيت أن أسأل عنها يوم القيامة لما يا عمر لم تصلح لها الطريق. انت ما تلك ولد ولدك وقع الشعب تعاطف معك، وهذو اللي كيموتوا وتقتلوا في الميدان بالرصاص نتاع الزبانية ديالك هذو ما يشوفوكش؟ هذو ماشي ولادك؟ هذو ماشي ولادك؟ الحمد لله اللي كاين لا خيرة، الحمد لله اللي كاين لا خيرة. لكون ما كاينش لا خيرة غادي تسبق شي واحد، انت لا تسبق شي واحد، قلت قلت شي تسبق شي واحد، قلت الدين. كل شيء الناس باغية الدنيا، كل شيء الناس باغية تسرق. لكون ما لا خيرة تسبقني لا انا تسبقني لا لك بحسني تسبقني لا انا نقلع حالك بفمك. على خيرة يا خلد أفشار، على الإيمان بالله أفضحت يوم القيامة، أفضحت يوم القيامة. أبي الآخرة هم يوقنون، أنا خيرة كل واحد إلا ويحمل. وصلى الله على حبيبنا محمد. إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء سنستمر إن شاء الله في الدرس القادم للحديث عن تصرف النبي بالإمامة ثمراته إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا.